مساكم الله بالخير مشاهدينا. في حلقة أمس تكلمنا عن برنامج عمل الحكومة ودور مجلس النواب في التعاطي مع البرنامج والرقابة والمتابعة. اليوم بنتكلم عن الشق الآخر أو الجناح الآخر من السلطة التشريعية وهو مجلس الشورى وأهمية هذا المجلس في تنفيذ المشاريع وسن القوانين وتقديم المقترحات اللي تساهم في عملية التنمية في البحرين وتخدم مختلف شرائح المجتمع. الجميع يأكد أن ثقل مجلس الشورى وطرحه المستنير هو اللي يعزز دور السلطة التشريعية في التعاون مع السلطة التنفيذية، وعلى أساس هذا الشيء راح نركز في نقاشنا اليوم على أهمية التعاون بين مجلسي الشورى والنواب في تحقيق أكبر قدر من الإنجاز على مستوى السلطة التشريعية. لكن قبل ذي خلونا نستعرض معكم أهم ما تم من تعاون بين الشورى والنواب خلال الأربع سنوات الماضية من العمل التشريعي. كل اللي شفناه هو جزء من الإنجاز المتحقق على أرض الواقع بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وهو ما يؤكد على أهمية التعاون بين الجانبين للخروج بأفضل النتائج اللي تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود من وجود هذين الجناحين في السلطة التشريعية. عموماً نقاشنا اليوم راح يكون شيق جداً مع ضيفنا في الاستديو السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ الكريم، يعني نبي نتكلم عن أهمية مجلس الشورى بما أنه ما شاء الله لك باع طويل في هذا المجال. يعني هو طبعاً دور مجلس الشورى كما حدد بالدستور دوره يعني يركز عمله على التشريعات. التشريعات سواء كانت المقترحات المقدمة من الزملاء أعضاء السلطة التشريعية مجلس الشورى والنواب، أو مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أو المراسيم الصادرة من جلالة الملك. وبالتالي يعني هذا الدور دور رئيسي. كما تعلمين لا يصدر أي قانون في الحقيقة في البحرين إلا لما يوافق عليه المجلسين، وبالتالي عملية التنسيق بين المجلسين مهمة، عملية التوافق بين المجلسين مهمة، عملية التنازل من مجلس إلى مجلس آخر أيضا مهمة، لأن من الصعب جدا أن نعطل مشروع أو قانون لسبب صغير أو لسبب يعني ممكن تأجيله إلى وقت لاحق. وبالتالي موضوع التعاون بين المجلسين اللي يكونون في بينهم السلطة التشريعية برمتها مهم جدا. أي تقليل أو أي تراجع أو أي أداء ضعيف لأي من الغرفتين ينعكس على السلطة التشريعية برمتها. فالتعاون مهم، التفاهم مهم، وقياس أهمية هذا القانون أيضا مهم. نبي نتكلم أكثر يعني عن التعاون والتنسيق ما بين المجلسين الشورى والنواب، ونبي نشوف يعني خاصة فيما يتعلق في برنامج عمل الحكومة الآلية المتبعة لتعاطي مجلس الشورى مع البرنامج. يعني هو كما تعلمين حسب الدستور وحسب القوانين والأنظمة أن برنامج عمل الحكومة هو حق أصيل إلى مجلس النواب. نحن في سلطة في مجلس الشورى لا نناقش برنامج عمل الحكومة، ولكن نحن نقر مع الأخوان في مجلس النواب الميزانية العامة للدولة. وبالتالي بعد أن يقر برنامج عمل الحكومة من قبل النواب، تقدم الحكومة ميزانيتها لسنتين، الأول سنتين، ثم تقدمها بعد سنتين لسنتين التاليتين. لما نناقش الميزانية هناك لجنة مشتركة
بين السلطه بين مجلسي الشورى والنواب يقومون بدراسه الميزانيه الحكوميه وميزانية الحكومه، ويقوم كل مجلس باعداد تقريره، يعرض تقريره على مجلسه، ثم ياتي لنا التقرير الاخوان النواب في مجلس الشورى، ناقش تقريرنا ونناقش تقرير النواب، وقد نتفق وقد نختلف. التقريرين منفصلين. تقرير منفصلين. هو المهم في الحقيقه الان يعني بعد التعديلات الدستوريه مؤخرا صار في لجنه مشتركه بين المجلسين. هذه اللجنه المشتركه وفرت وقت وجهد كبير كان يضيع في السابق لما تجتمع الحكومة مع مجلس النواب بشكل مستقل، ثم تجتمع الشورى بشكل مستقل، وبالتالي يكون في تضارب في الحقيقة في الأهداف، تضارب في الأولويات، ويصير في تأخير في إصدار الميزانية. لما صارت اللجنة المشتركة صار في تنسيق واتفاق بين المجلسين، بين أعضاء اللجنة المالية في المجلسين، وأيضا في دور كبير أيضا لرئيسي المجلسين، لأن الميزانية هي المحرك الرئيسي للاقتصاد. صحيح. هي المحرك الرئيسي لعمل الحكومة. لا تستطيع الحكومة أن تباشر أي أعمال جديدة إلا إذا أقرت الميزانية. نعم. وبالتالي الاستعجال في إقرارها والتوافق عليها أمر مهم. جميل. طب في الفترة السابقة يمكن تغيرت خلينا نقول بعض الأنظمة والصلاحيات لأعضاء مجلس الشورى، يعني على سبيل المثال كان في السابق هناك الحق لأعضاء مجلس الشورى أنهم يوجهون أسئلة مكتوبة إلى الوزراء وسحب هذا الحق، والآن تم استرجاع يعني هذا مرة أخرى، فشلون يأثر أو هذه التغيرات شلون تأثر على أداء المجلس؟ شوفي يعني أول خلينا نتفق بأن سحب السؤال من مجلس الشورى أنا أعتقد أضعف السلطة التشريعية. أضعفها. لأن الزملاء في مجلس الشورى عندما يوجهوا السؤال بعد دراسة عميقة، ونفس السؤال والإجابة عليه ممكن أن نستفيد منه عضو مجلس النواب. صحيح. لاستخدام أدواته الدستورية التي ليست في يدنا إحنا. نحن السؤال عندما نوجه السؤال نقف عند الحصول على الإجابة. الإخوان في مجلس النواب عندما يوجه السؤال بإمكانهم أن يطوروا هذا السؤال إلى تحقيق، إلى مسائلة، إلى محاسبة، إلى آخره. فعندهم أدوات الدستورية أكبر، وبالتالي بقاء السؤال على وضعه السابق وليس على وضعه الجديد هو كان الأفضل. عندما سحب مع التعديلات الدستورية في 2012 أنا أعتقد هذه أضعف من دور مجلس الشورى. عندما أعيد هذا الحق ولكن بشكل أنا أعتقد يعني ليس حقا كاملا، لأن اقتصر السؤال الآن على مخاطبة بين السائل العضو من مجلس الشورى وإجابة الوزير دون مناقشة. فإذا هو مو نفس الحق السابق اللي تم سحبه، أعطي حق منقوص. وأنا أعتقد في الحقيقة هذا الحق المنقوص إن شاء الله بعد فترة نكتشف بأنه حق فعلا منقوص، ويجب إعادة السؤال إلى وضعه السابق. هذا إذا كنا نريد أن نستفيد من خبرات ومن تجارب أعضاء مجلس الشورى، واللي أثبت الوقت بأنهم أحيانا كثيرة أسئلتهم يستفاد منها في مجلس النواب، وهذا بشهارة الزملاء أعضاء مجلس النواب. وفي الحقيقة على فكرة يعني إرجاع حق السؤال أتى برغبة من مجلس النواب نفسهم. يعني نحن لم نقدم اقتراح بتعديل الدستور، إنما قدم الاقتراح في الأصل، والفكرة أتت من الإخوان مجلس النواب لأنهم كانوا يعتقدون بأن هذا السؤال أو الإجابة عليه تساعدهم في أداء. صحيح. طب يعني هل بالإمكان من مجلس الشورى أنه هو يعترض أو يقترح على أي محور من محاور برنامج عمل الحكومة؟ لا، برنامج عمل الحكومة في يد الإخوان في مجلس النواب فقط. كما ذكرت أنا نحن نناقش أولوياتنا من خلال الميزانية العامة للدولة. يعني أتت الحكومة ومن ضمن ميزانيتها أنها رصدت مبالغ معينة لجهة معينة، نأتي ونقول لهم لا، هذه الجهة هذه السنة ما تحتاج، حولوا هذا المبلغ إلى جهة أخرى. قد نأتي نحن نقول والله الأولويات بالنسبة لنا الإسكان، فسحبوا من مبالغ من وزارات معينة وعطوها الإسكان. نتفق على هذا الشيء مع الإخوان في مجلس النواب، وبالتالي تأتي الحكومة تقول طالما أنت هذا مقترح عندكم نحن نتفق معكم أو نختلف معكم. إذا اتفقوا معنا اتفقنا، وإذا اختلفوا يقدمون لنا التبريرات لماذا يختلفون، أن أقنعونا بها اقتنعنا أو نقنعهم هم بالموضوع. في الأخير تبقى العملية يجب أن يكون في توافق وفي تنسيق. وتنسيق صحيح. يعني السلطتين، السلطة التشريع والسلطة التنفيذية، سلطتين مستقلتين لكنهم متعاونتين. أكيد. لا يمكن أن نحن نأجل أعمال الناس أو نعرقل عمل الحكومة بحجة تأجيل
مصادقة على الميزانية أو تأجيل مصادقة على. في النهاية طبعاً مصلحة المواطن هي اللي تحرك جميع هذه المجالات. مصلحة المواطن مصلحة المواطن بشكل أكبر. صحيح. طب برنامج عمل الحكومة السابق يمكن ركز على 6 محاور: المحور السيادي الاقتصادي والمالي، التنمية البشرية والخدمة الاجتماعية، البنية التحتية وغيرها الكثير من المحاور. هذه المحاور يمكن كانت تتناسب مع يعني وضع معين في المرحلة السابقة قبل 4 سنوات، ولكن في ظل هذه التغيرات اللي نشهدها اليوم، في ظل التطور الكبير اللي احنا قاعدين نشهده، فيعني كونك خبير اقتصادي مخضرم في عمل مجلس الشورى اليوم، شنو المطلوب في برنامج عمل الحكومة للتكيف مع هذه التغيرات؟ شوفي، أولا أنا لا أعتقد بأن برنامج عمل الحكومة القادم سيخرج عن الموضوعات 6 أو 7 اللي ذكرتيها. لا تعتقد؟ لن يخرج، لأن ما في حكومة لن تهتم بالموضوعات 6 أو 7 المذكورين، بس يمكن محاور أخرى، ولكن قد يكون في تركيز أكبر على محاور معينة وتركيز أقل على محاور أخرى. أنا برأيي الشخصي أن برنامج عمل الحكومة يجب أن يهتم بشكل أساسي بالجانب الاقتصادي والمالي. إذا لم نستطيع أن نساعد الحكومة ونساعد الدولة على التوازن المالي، على التنمية الاقتصادية، على زيادة الموارد المالية، على تخفيف عجز الموازنة، على تخفيف الاقتراض، إذا لم نساعدها في ذلك نكون إحنا شاركنا في خلق مشكلة جديدة. وبالتالي أنا أعتقد أن على السلطة التشريعية من جهة، وعلى الحكومة من جهة أخرى، أن يركزون على إعطاء أهمية كبرى للجانب الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى المحاور الأخرى. نحن لن نستطيع أن نقترض أكثر، وصلنا إلى مراحل اقتراض كبيرة. صحيح. طبعا نستطيع، ولكن سوف يكلفنا مبالغ أكبر، وبالتالي عندما ندير ماليتنا العامة من خلال سواء فرض ضريبة القيمة المضافة، فرض رسوم إضافية، تعديل مش عارف شوية رسوم، خفض إنفاق وإلى آخره، هذه الأمور يجب أن احنا نساعد الحكومة فيها، ويجب أن الحكومة تركز في برنامج عملها على هذا الجانب. لن تستطيع الحكومة أن تحقق برامجها الاقتصادية، برامجها الاجتماعية، برامجها الثقافية السياسية إذا ما كان عندها موارد مالية. صحيح. يمكن هذا يقودنا إلى سؤال آخر، يعني يمكن بحسب ما ورد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أن الحكومة حققت نسبة إنجاز عالية، يمكن بلغت أكثر من 90% في المشاريع الوطنية اللي تنفذ طبعا للمهام الرئيسية لمحاور برنامج عمل الحكومة، ولكن هذا الشيء ماذا يعكس من ناحية جدية الحكومة في تنفيذ برامجها؟ وهل هذا الشيء الآن يمنح الثقة لأعضاء السلطة التشريعية لدعم برنامج الحكومة المقبل؟ شوفي، مسألة الإنجاز هذا شيء هام، ويجب على كل من يتحمل مسؤولية أن يكون بحجم هذه المسؤولية. صحيح. عندما تقول الحكومة بأنها أنجزت 90% من برنامجها، نحن يجب أن نقدم الشكر لهم، ويجب أن نقول لهم أن احنا في السلطة التشريعية سنكون شركاءكم في تنفيذ البرنامج القادم. لأن المصلحة ليست عملية سباق بين حكومة وسلطة تشريعية. هي المصلحة مصلحة وطن. فكل ما استطعنا نحن أن نساعد الحكومة على تحقيق أهدافها وإنجاز ما وعدت فيه، كل ما استفاد الوطن والمواطن. أكيد. وإذا كانت الحكومة فعلا، يعني في الحقيقة أنا يعني ما شفت التصريح ولا عندي التفاصيل، ولكن أنا إذا كانت الحكومة فعلا قد أنجزت هذا القدر فلها الشكر والتقدير على إنجازها. صحيح. طب نبي ندخل في المحور الثالث واللي يتعلق، يمكن احنا ذكرنا في مرحلة سابقة في كلامنا انه مهم جدا يكون في تعاون ما بين مجلس الشورى وما بين مجلس النواب، تقييمك للتعاون اللي كان ما بين المجلسين؟ شوفي، انا اعتقد يمكن في الفصل الرابع كان في شوية ما بقول اختلاف، ولكن كان في شوية تباطؤ في استلام مجلس الشورى لمشروعات القوانين التي درست في مجلس النواب. وهذا الأمر يعني كان يتكرر حتى في المجلس القادم، لأن نحن في كل دور بيجينا عدد كبير من الأعضاء الجدد الذين يعني لا يلموا بطبيعة عمل السلطة التشريعية. النائب بشكل أساسي يبي يركز على خدمة المواطن اللي صوت له، فتأتي موضوع الرغبات، وتأتي موضوع تحسين المزايا، وتأتي مواضيع الاجتماعية الأخرى قبل
مشروعات القوانين، وبالتالي نجد احيانا جلسات طويله للاخوه مجلس النواب تهتم بموضوع الرغبات وتهتم بموضوعات اخرى، ولكن تاتي مشروعات القوانين في اسفل ذيل القائمه ترفع الجلسه وتؤجل الاجتماع لاحق. لذلك في اكثر مره معالي رئيس مجلس الشورى وجه نداء الى الاخ رئيس مجلس النواب بان يا اخوان ان نحن نريد ان نكون شركاء في اتخاذ القرار، وبالتالي رجاء ركزوا على الجانب التشريعي واعطوه نفس الاهميه اللي تعطونها الى الجانب الرقابي او جانب الرغبات. واعتقد انه كان في تفاعل جيد في الحقيقه من الاخوان في النواب، يعني بعد التباطؤ اللي صار صار في تفاعل جيد، وحيدت مجموعه كبيره من مشروعات القوانين في فتره زمنيه محدده، استطعنا من خلالها ان نعيد الحياه الى عمل المجلسين في الجانب التشريعي. صحيح. انا طبعا يعني ما بلوم احد، وهذا كما قلت لك شيء طبيعي، لان الخبره عند اعضاء السلطه التشريعيه بالذات الزملاء في مجلس النواب كانت وستكون حتى في المستقبل خبره محدوده. يعني اليوم احنا شايفين في النتائج الانتخابات الحاليه بان عدد كبير من الزملاء اعضاء مجلس النواب، عدد كبير منهم ربما 30 عضو بيكونوا جدد على السلطه التشريعيه، وبالتالي يحتاجون الى وقت لفهم ما هي الاولويات. وانا اتمنى في الحقيقه منهم ان يعطوا نفس الاهميه لمشروعات القوانين للرقابه والمحاسبه وللرغبات المقدمه من قبلهم. صحيح ان شاء الله. طبعا احنا نبي نتكلم بصراحه ان خلال السنوات الاخيره، وخلينا نقول تحديدا خلال السنه الاخيره اللي عمل المجلسين، شهدنا نوع من التقاذف في يعني في الصحافه على المسؤوليات المناطة بالمجلسين. ففي رأيك شن هو سبب يعني هذا الشيء؟ وهل الصحافة اليوم لها دور في تضخيم يعني ما يحدث؟ شوفي، دور الإعلام بشكل عام أنا أعتقد مفقود. الإعلام بشكل عام دوره في البحرين في الرقابة على عمل السلطة التشريعية مفقود. شلون مفقود؟ مفقود لأن عندما يتناولوا أي موضوع ما يتناولوا بعمق، يتناولوا بسطحية. وأنا في الحقيقة يعني ألوم الإخوان في الصحافة، ألوم الإخوان في الإعلام بأن يجب عليهم أنهم يدربوا صحفيينهم اللي يتناولون أعمال السلطة التشريعية، يدربونهم على العمل الصحفي البرلماني. احنا كل الزملاء اللي جونا او بعضهم في الحقيقه يكون كصحفيين عاديين ويتعلمون على حسب خبراتهم اساسيات الصحافه. نعم، فقط يمكن ملمين في العمل الصحفي. نعم. ولكن كيف انت تنقل ما يتم مناقشته في الجلسه، وكيف انت تبحث وتروح تجيب تقول له هذا النائب في الجلسه الماضي قال كذا والان قال كذا، تحلل ما كان، تحلل الكلام ماله وتحلل الموضوعات وتضع، يعني الصحافه يجب ان تكون هي فعلا السلطه الرابعه بثقلها على اعمال السلطه التشريعيه. يجب ان تراقب عليهم، لا انت تهتم بالصور، لا انت تهتم بالمانشيتات، لا انت تهتم بالامور الطريفة الصغيرة، هذا ممكن يحطونها، لكن للصحافة دور رئيسي حتى في إلزام الأعضاء أن يكونوا على مستوى المسؤولية. يعني عندما يأتي عضو أيا كان في الشورى في النواب لا يتكلم في 4 أو 5 جلسات، بإمكان الصحافة أن تنبه، بإمكان الصحافة أن تقول أن والله مداخلة هذا العضو لم تكن جديرة بالاهتمام، مداخلة ذاك العضو كانت أفضل. خلهم أيضا يعملون نوع من الرقابة، لأن الناخب اليوم متى يلتقي بممثله بارك 4 سنوات في غياب كبير في الساحة بين الناخب اللي أعطى صوته اليوم إلى النائب وعودته مرة أخرى بعد 4 سنوات. في هذه الفترة أنا أعتقد الصحافة تلعب دور كبير. وأنا أتمنى في الحقيقة من أخوان النواب مرة أخرى أن هم ما يكونوا بعاد عن ناخبيهم، هم يجب أن يكونوا قريبين، يجب أن يلتقوا بناخبيهم سواء من خلال اللقاءات في المجالس الخاصة، المجالس العامة، في مكاتبهم، التواصل معهم. اليوم في وسائل تواصل اجتماعي كبيرة، ممكن النائب أن يصل إلى ناخبي سهولة القربة بينهم الآن بكل سهولة. أنا في الحقيقة أحد الزملاء النواب الجدد اللي فازوا من 9 كتب لنا وقال يا أخوان أنا بأفتح أعمل جروب
لكل مواطنين لكل الاخوان في المنطقه لك اتواصل معاهم. انا اعتقد هذه مبادره جدا جميله ممتازه. نعم. اتمنى من الجميع في الحقيقه ان يبادر نفس المبادره سواء على الواتساب سواء بالايميل سواء الى انا اذكر كنا في مؤتمر في اتحاد برلمان الدولي بسنتين تكلم احد الاخوان من فرنسا وقال انه هو عنده 750 الف ناخب في دائرته يتواصل معهم مره كل شهر عن طريق الايميل يرسل ايميل باعماله وانجازاته يرسل ايميل بماذا كان مناقشته بالبرامج اللي عنده ويرسلها الى 750 الف ناخب في دائرته. احنا يمكن فاقدين هذا التواصل واحنا يجب ان يكون في تواصل. نعم. واليوم ترى التواصل سهل جداً. ما عارف داعي تكون في قاعة وفي خيم وفي كذا اليوم التواصل باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مهمة صحيح. وسهلة وغير مكلفة وبالتالي أنت كل اللي تحتاجه أن تكون على قرب من ناخبينك. أرجع لموضوعك وأقول أن موضوع الإعلام يجب أن يكون فيه اهتمام. ما أتكلم عن الإعلام الرسمي أتكلم عن الإعلام الشعبي أتكلم عن الصحافة أتكلم عن كتاب الأعمدة أتكلم عن الرقابة اللي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المقابلات من خلال التكييف إلى آخره. الحكومة قد يكون تلفزيون البحرين له عنده قيود معينة لن نعتمد عليه كثير في هذا الجانب. نعول أكثر على الصحافة نعول أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي نعول أكثر على الكتابة الحرة. نعم. في اليوم لجان مشتركة ما بين أعضاء مجلس الشورى والنواب وهل في وفود مشتركة أيضا تمثل البحرين في الخارج؟ لجان مشتركة في الحقيقة رسميا ما في إلا اللجنة المالية اللي بين المجلسين عندما تعنى بعملية الميزانية فقط. ولكن ممكن تصير لجان مشتركة كما عملنا مؤخرا في موضوع الدعم وفي موضوع التقاعد صارت لجنة مشتركة من المجلسين تم تحديد صلاحياتها باتفاق الرئيسين وتم اختيار أعضائها باتفاق الرئيسين وكان دائما في تساوي بين عدد الأعضاء وكذا وكان عمل جميل جدا في الحقيقة يعني وفر علينا كثير من الوقت كان ممكن نختلف عليه وكان في نقاش جميل وفي آراء تمثل الشارع وفي آراء تمثل المجتمع وفي آراء تمثل الدولة وفي آراء كان نقاش جميل في الحقيقة يعني احنا كسلطة تشريعية ومع الاخوان في الحكومة انا اعتقد كان من افضل النقاشات اللي صارت على الاقل في فترة اللي عملت انا فيها في السلطة التشريعية من افضل الاجتماعات كانت لما كان عندنا اجتماعات مشتركة. بس هل تكفينا لجنة واحدة اللي هي اللجنة المالية لتحقيق هذا التجانس؟ شوفي هو فلسفة المجلسين يجب ان نفهمها. فلسفة المجلسين يجب ان يكون كل مجلس يعبر عن رأيه بشكل مستقل. لذلك حتى لما عملنا او لما اتى المشرع وعمل اللجنه الماليه لجنه مشتركه قال كل مجلس يصدر تقريره المستقل. صحيح تناقشنا وصحيح توصلنا الى اراء كلنا يعد تقريره بشكل لكن مفصل كل واحد يعد تقريره بقناعاته. قد لا نصل احنا في اللجنه المشتركه الى اتفاق بيننا ولكن في الاخر انا اقبل واروح اكتب في تقريري كنت اتمنى يكون كذا وصار كذا وخلي الأعضاء هم اللي قررون نيابة عن اللجنة. العمل كل مجلس على حدة مهم والتعاون من خلال الاجتماع العام مهم. أرجع على موضوع الوفود المشتركة على حسب اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والنواب بأن بين الشعب البرلمانية تمثل مجلسي الشورى والنواب. لذلك الشعب البرلمانية أيضا فيه 4 أعضاء من الشورى و4 أعضاء من النواب برئاسة رئيس مجلس النواب. كل الوفود الخارجية اللي تطلع من البحرين سواء الاتحاد البرلماني العربي أو الاتحاد البرلماني الآسيوي أو الاتحاد البرلماني الدولي أو منظمة التعاون الإسلامي كلها وفود مشتركة من المجلسين. الشعب البرلمانية تنظر في, 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 في الطلبات المقدمة من الاتحادات لحضور هالاجتماعات وتقرر المشاركة من علم المشاركة وتخاطب كل مجلس على حدة لكي يحدد وفوده. والوفد في الحقيقة يتحدد على حسب الخبرة على حسب الخبرة السابقة على حسب اهتمام العضو نفسه على حسب والعدد نفسه يحدد من قبل اللجنة التنفيذية. وأنا أعتقد في الحقيقة إحنا استطعنا في كل الوفود اللي شاركنا فيه بشكل مشترك استطعنا أن نبرز تجربة البحرين للعالم بشكل أعتقد أدهش العالم أن هذه الدولة الصغيرة اللي لها تجربة عمرها 16 سنة استطاعت أن تحقق هذا القدر أو هذا الكم
من التطوف العام كله. حقيقة يعني الحديث معك جدا ممتع وشيق، وإحنا نتكلم في هذه الأمور وطبعا دور المجلسين وشلون ممكن يصير في تكامل وتنسيق فيما بينهم، لكن يعني في ختام هذا اللقاء ودنا نعرف يعني شن هي رأيتك للبرلمان القادم، خاصة ما إحنا نتوقع أن يكون في يعني حضور قوي للشباب وللمرأة في البرلمان الجديد. شوفي يعني أولا سواء حضروا الشباب أو حضرت المرأة أو حضر الأخوان المخضرمين أو الكبار، الذي سيطغي على هذا البرلمان والبرلمانات القادمة هو عدم الخبرة، وبالتالي أنا أتمنى من الأخوات اللي بحلفهم الحظ والأخوان الشاب اللي حلفهم الحظ والزملاء المخضرمين أن هم يهتموا بتنمية معلوماتهم، يعرفوا ما هو دور السلطة التشريعية، ما هو دور البرلمان. ليس عيبا أن يأتي عضو وصل إلى السلطة التشريعية أن يدخل إلى دورة أو يدخل إلى درس أو يدخل إلى منتدى لكي يتعلم المسؤوليات المناطبة. هذا العمل السياسي عمل تراكمي لا يأتي في يوم وليلة. نحن نعتقد اليوم أن كل واحد ممكن يمارس السياسة، وهذا غلط. السياسة حرفة ومهنة وفن، فن صحيح، ومحتاجة إلى تراكم خبرة. اليوم لا يمكن أقول إلى مهندس روح عالج لي واحد مريض، ولا يمكن أقول لدكتور روح ابني لي عمارة. نفس الشيء في العمل السياسي، لا يمكن أقول لغير السياسي تعال مارس العمل السياسي. فيحتاجون الزملاء طبعا لن يكتسبوا الخبرة كاملة في 4 سنوات، لكن أتمنى عليهم في الحقيقة أنهم من أول يوم يتعلموا ويجتهدوا، والتعلم ترى مو بعيد. اليوم إحنا كل يوم نتعلم وكل يوم نحضر مؤتمرات وكل يوم نحضر ندوات ونستفيد من هالمؤتمرات والندوات. أتمنى عليهم هذا الشيء، وأتمنى أيضا من الزملاء في مجلس الشورى الذين سوف يحالفهم الحظ في بالتعيين من قبل جلالة الملك أن يمارسوا نفس العمل، أن يتعلموا. مهم أن نتعلم كيف نمارس السياسة. صحيح، نتعلم كيف نمارس السياسة ونتعلم كيف نرفع مملكتنا العزيزة دائما ونجعلها دائما في مصاف الدول المتقدمة، وهذه ما أثبت اليوم الشعب البحريني من خلال طبعا الانتخابات اللي شهدنا نتائجها، والحمد لله إن شاء الله حتى يوم السبت أيضا يكون يعني هذا العدد بشكل أكبر إن شاء الله. كل الشكر والتقدير لك أستاذ جمال فخر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى على هذا الحوار الجميل والقيم والممتع. شكرا. طبعا مشاهدينا يعني الكلام في هذا الجانب كان كلام مثل ما شفنا مع ضيفنا، المطلوب اليوم أن يكون في دور تكاملي، دور تنسيقي ما بين المجلسين، فالسلطة التشريعية ما بتقوم فقط على دور يعني من جهة واحدة ولا راح تنجح إلا بتعاون المجلسين اللي راح ينعكس بالتالي على التعاون مع السلطة التنفيذية في تحقيق كل الأهداف والبرامج اللي ترسمها الحكومة. شاكرة لكم متابعتكم ونلقاكم على خير بإذن الله في حلقة قادمة باشر. مع السلامة.